متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. في هذا الفيديو سنذكر لكم كل ما تذكر اليوم الوطني للشهيد، والذي صادف يوم 18 من فبراير. بطلة مسلسل يما مونيا بن فغول كانت من الأوائل الذين تذكروا اليوم الوطني للشهيد، حيث أرفقت هذه الإطلالة مع هذه الصورة، صورة الشهيد العربي بن مهيدي، حيث قال: إن أنا عشت بعد الاستقلال فسأنجب لك الكثير من الأبناء، وإن أنا مت يا أمي فالجزائريون كلهم أبناء. الإعلامي يحيى طبيش كان أيضا من الأوائل الذين تذكروا اليوم الوطني للشهيد، حيث علق قائلا في هذا المقطع: مقام الشهيد، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، اليوم راهو يوم الشهيد، الناس اللي ماتت على جل باش نحيا، وحنا ينقول لكم تحية الجزائر، والجزائر دائما تحيا بناسها بالجيل القديم والجيل الجديد والجيل الجاي إن شاء الله. المعلق الجزائري حفيظ الدراجي لطالما كان يفتخر بوطنيته، وكان من السباقين لإحياء مناسبة يوم الشهيد. الفنان الجزائري فيصل مينيون المغتر في كندا بث مقطع صغير من أغنية الجديدة التي تكلم فيها عن الجزائر وشهدائها. نجم مسابقة The Voice حسين بن حاج صادف يوم 18 من فبراير يوم عيد ميلاده. الممثلة الصعيدة إيناس عبدلي اختارت يوم 18 فبراير أن تقوم بجولة سياحية في مدينة لمسان، إلا أنها لم تبدي أي ردة فعل عن هذا اليوم الوطني. يبدو أيضا أن الممثل الجزائري عمل بوشوشة كانت أيضا من المتناسيات عن اليوم الوطني للشهيد، حيث اختارت أن تستمتع بوقتها وتقوم بجلسة تصوير. أما الفنان الجزائري سوركي اختار يوم 18 من فبراير أن يكسر 2000 طبق، إلا أن هذا ليس له علاقة بيوم الشهيد، وإنما هو أحد طقوس المطابخ اليونانية التي سدي لها في مدينة دبي. ملك الراي شاب خالد ومحمد رغيس كانوا أيضا من المتناسين لهذا اليوم الوطني، ونحن بدورنا كقناة بيستار نقول رحمة الله على شهداء الوطن وتحيا الجزائر. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.